فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب دكتوراه في تخصص علمي. نعم. أنا طالب دكتوراه في تخصص علمي، ومن متطلبات الحصول على هذه الشهادة أن أنشر ورقتين بحثيتين في مؤتمر دولي تستضيفه دولة غربية كافرة. حتى يتم نشر هذا يجب أن أسافر لهذه الدولة وأعرض بحثي هناك. سؤاله: هل يجوز لي السفر إلى ذاك البلد لهذا المؤتمر، علما بأن فيه ما تعلمون من اختلاط وسفور وخمور، وقد أقوم أو ألزم بمصافحة النساء وغير ذلك؟ ما دام فيه منكرات تلزم بذلك، لا تسافر، لا تسافر إليه. نعم.